갓돌은 거야, 갓출라. 굴리라 알아 굴리 여기 솜사 그럼 여기서 소이 갓소 이소 اي فوالا هذا اوبرج في الطريق ديال الورزازات بوغ دو بيرسون ميزيو سافا دو سون درهم بوغ دو بيرسون وفيهم وجبه فيها الوجبه ديال الفطور و ان بون سيرفيس صراحه سيرفيس مزيان وكاين ان اسباس فين ممكن تلاقى بين ناس وتجلس مع شي ناس او تجلس مع نفسك تنكملو هنا كاين هاد المكان هو اللي تيجمع بين كل شيء ديال لي شومبر او لي غارسونيير علاش غارسونيير لان فيها دوش فيها بيت الحمام يعني تتبقى مستقل بغيتي تجلس مع شي ناس او مع الاصدقاء ديالك ممكن تجلس هنا وتا لومبيونس اللي دايرينو زوين دير مانيير ارتيزانال يعني بطريقه تقليديه جدا تاني تترحل بك لواحد العالم اللي ديال الفن او تترجع بك للتاريخ القديم واللي هو كله ابداع وكله اجتهاد باش ترجع شيء البسيط تنعطيه قيمه وكذلك راه معروف في المناطق ديال الجنوب الحيط تيكون غليظ باش ما يكونش ما تدخلش البرودة اللي كان الحال بارد برا او الشمس اللي كانت الحرارة برا يعني تي غاردي الحرارة ديالو كما هي وهنا دي طابل هذا مكان وكاين فلوفون لا كاين شامبر اخر يعني ما نقولو شومبر ولكن واحد صالون للي كوما هنا كاين ديكورات ديال الاتايز ريفيات وداكشي وكما قلنا في نفس الوقت في ريستورون في ريستورون قد البساطة ديالو زوين ممكن يوجدوا لك الماكلة اللي بغيتي طاجين او لا شا لا بغيتي شي شربة ولا مهم اللي بغيتي راه تيوجدوها ايوا هذا مكان نتمناو وهاد لوطيل ولا لوبرج سميتو تالوست دار تالوست ياك دار تالوست ايوا نتمناو تقوموا بشي زياره للمكان هذا المكان بين تادارت او جبال ديال تيشكا في اتجاه ديال ورزازات وكاين بون سيرفيس نعاود ثاني استقبال مزيان رائع نتمنوا تكون رسالة أو الأجواء ديال هاد الأوتيل تكون وصلاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.